اهلا بيكم في الورشة الفنية. بتظهر اعطال كتير في السيارة، واعطال سهلة وبسيطة ممكن نتعامل معها، وعلشان يحصل الكلام ده لازم نبقى عارفين اماكن الفيوزات واماكن الريلهات الموجودة في العلبة الرئيسية. والنهاردة هنتكلم معاكم عن فيوزات وريلهات مراوح تبريد وتكييف السيارة كيا سيراتو. دي ريلهات مراوح التبريد. اول فيوز معانا فيوز وحدة الكنترول ECU، وقيمة هذا الفيوز 30 امبير. بيمر من الكتاوت الى فيوز سنسور اللي بيوزع لملفات كتاوت مراوح السرعة المنخفضة وكتاوت السرعة العالية. في العلبة الرئيسية ده فيوز وحدة الكنترول بيمر من الكتاوت الى فيوز سنسور، ومن الفيوز الى كتاوت السرعة البطيئة وكتاوت السرعة العالية. فيوز الدينامو الرئيسي بيخرج منه خط لتشغيل مراوح التبريد والتكييف، وقيمة هذا الفيوز 125 امبير، ومكانه في منتصف مجمع الفيوزات. ادي مجمع الفيوزات، وهذا الفيوز بيصل الى عدة خطوط مختلفة في علبة الفيوزات الرئيسية، وايضا يوجد خط بيصل الى الدينامو. هنشوف طريقة العمل. عند وصول المحرك لدرجة الحرارة المطلوبة بيعمل ثرموستات الحرارة ويعطي إشارة من الكنترول تصل إلى كتاوت السرعة المنخفضة. بيعمل الكتاوت وتمر الكهرباء من خلال مقاومة إلى السرعة البطيئة، وعند زيادة درجة الحرارة بتصل إشارة إلى كتاوت السرعة العالية، ومنها إلى السرعة العالية في مراوح التبريد. نشوف مكان ثرموستات الحرارة المسؤول عن توصيل إشارة درجة حرارة المحرك، غالبا بيتجمع مع نهاية ماسورة السخن المتصلة بالريداتير. ثرموستات في المكان ده، ادي ثرموستات الحرارة المسؤول عن إرسال إشارة درجة حرارة المحرك لتصل إلى مراوح التبريد. نشوف مع بعض طريقة العمل. مع تشغيل المحرك بتظهر أمامك درجات الحرارة، وتبدأ تصاعديا من الصفر حتى درجة الحرارة المناسبة والمطلوبة لتشغيل مراوح التبريد. المحرك بيعمل وننتظر إشارة ثرموستات الحرارة لتعمل المراوح. وعلشان ما نطولش عليكم، عند الوصول لدرجة حرارة المناسبة بتعمل مراوح التبريد. كده الإشارة وصلت وكل الدوائر تعمل حسب الشرح، وتظل المراوح تعمل حتى يعود المحرك إلى درجة الحرارة الطبيعية. بنكمل معاكم ونشوف كتاوت بلور التكييف. أول فيوز قيمته 40 أمبير، وتاني فيوز قيمته 10 أمبير، وده كتاوت بلور التكييف، وده مكان الفيوز الأول مجمع الفيوزات قيمته 40 أمبير، وده كتاوت بلور التكييف في هذا المكان، والفيوز الثاني. ومع تشغيل السرعات، السرعة الأولى أو السرعة الثانية أو أي سرعة، تمر الكهرباء إلى بلور التكييف. أدي السرعة الأولى والسرعة الثانية، وكل ما تزيد السرعة تزداد سرعة البلور. نيجي لكتاوت الكمبروسر. الفيوز الأول هو فيوز انجكتور، والتاني هو نفس فيوز التكييف ايكون. عند تشغيل سويتش التكييف بيضغط الفريون على حساس ماسورة التكييف، فتصل إشارة لكتاوت كمبروسر التكييف. بيعمل الكتاوت وتمر الكهرباء للكمبروسر التكييف. ده مكان كتاوت الكمبروسر، ده مكان الفيوز الاول انجكتور، والفيوز الثاني ايكون. نشغل سرعات البلور ونفتح سويتش التكييف، او ممكن نشغل السويتش اوتوماتيك.
ده خط سير الفريون في ماسورة التكييف، وده حساس ماسورة الفريون. عند تشغيل سويتش التكييف بيضغط الفريون على الحساس فيعمل على تشغيل كتاوت الكمبروسر، وبالتالي يعمل الكمبروسر، وهكذا تعمل دائرة التكييف في السيارة كيا سوراتو. إلى هنا بنصل لنهاية الحلقة، ونشكركم وإلى اللقاء.